ما أن يسمع المريض بضرورة تلقي لحقنة في العين حتى يجزع، خاصة عندما يسمع هذه المعلومة من طبيب العيون، وذلك لماهية هذه الحقن، هل يمكن أن تتسبب بمضاعفات جانبية أو تتسبب بألام، هل يمكن أن يتم إجراءها داخل غرفة العمليات الجراحية. سنتحدث اليوم عن النتائج المتوقعة من حقن العيون وأنواعها مع ضيفنا الدكتور محمد الجنابي، اختصاص أمراض وجراحة العيون والشبكية والسائل الزجاجي. حياك الله معنا دكتور محمد. أهلا وسهلا أستاذ آيات، وسعيد باستضافتكم، يا مرحبا. دكتور محمد، كما ذكرت في المقدمة بأنه حقنة في العين أمر مثير للقلق فعليا، خصوصا عندما يسمع بها المريض ويكون بحاجة ماسة لها وهو لا يمتلك أي خيار آخر، فهل تكون حقن العيون حالها حال الحقن العادية التي تحقن في الوريد؟ جواب السؤال يعني يحتمل الوجهين. إذا أجاني مريض مستحق أنه يأخذ حقنة بعينه، فحتى بسط الموضوع أنه هو الإجراء سهل بسيط، يعني ما يأخذ 5 دقائق يعني بين تعقيم بين أخذ الحقنة. شغلة ثانية أنه أكيد متسمع أنه حقنة مربوطة بالعين، يعني أكيد يجي ببالك أنه توجع، يعني حالها حال أي حقنة ثانية يعني وريدية أو عضلية. دكتور، يعني هي أحياناً ذرات من الرمال أو الحصى الصغير إذا دخل لعين تسبب لنا بإزعاج، فما بالك عندما يهيأ للمريض بأنه حقنة كاملة إبرة ستدخل داخل العين. مضبوط. هسه يعني تكملة حديثي أنه الإجراء سهل ما يأخذ وقت، والمريض يعني ننطيه كلام أنه راح يكون سهل بسيط سريع غير مؤلم، لأنه بنج موضعي. راح يكون هسه بالنسبة للحقنة نفسها هي عبارة عن محقن خاص صغير جدا، طبعا حجمها مو مثل الحقنة العادية. هالشغلة اثنين تنعطى بالعين بمكان محدد طبعا لأقل ألم خلينا نقول ولأقل مشاكل تصير. فقلت جواب السؤال الأول أنه تحتمل الشغلة الوجهين، أنه هي نعم إجراء بسيط سريع، بنفس الوقت يعني إلى داعي طبي وداعي قوي جدا طبعا، اللي هو استرداد اللي خسرناه من النظر، وبالدرجة الأساس نوقف تدهور الحالة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني طبعا هو يعني من ناحية إجراء طبي يتم تحت تعقيم كامل حتى المريض يأخذ أحسن فرصة طبعا، وهذا سنتحدث عنه بالضبط، ونطلع من خانة المشاكل طبعا اللي تصير مع الحقن. عادة ما ترتبط حقن العين بارتشاح الشبكية. ارتشاح الشبكية الذي كان الأطباء يقفون حائرين أمامه، هل نستخدم الليزر، هل نلجأ إلى الليزر، هل نلجأ إلى عمليات جراحية، ما إن ظهرت حقن العين حتى مهدت السبل والطريق إلى علاج أفضل، علاج أكثر أماناً وأسرع في النتيجة وأكثر ضماناً من ناحيتكم أنتم كأطباء بأن تحصلون على استرداد سريع للبصر أو وقف تدهور الحالة. إذن دكتور، ما العلاقة بين ارتشاح الشبكية وحقن العين؟ دعنا نوضحها للمشاهدين. بالحقيقة يعني حقن العين نوجد لعلاج ارتشاحات الشبكية وعلاج مركز الإبصار تحديداً. يعني كون مركز الإبصار عبارة عن نسيج عصبي، يعني ما يتحمل أنه ينضرب بالليزر طبعاً ويبقى شغال مثل ما هو أكيد. فإجراء ليزر على مركز البصر ممكن يخلي المريض يفقد جزء كبير من رؤيته، ويخلي المريض يفقد جزء كبير من المساحة البصرية طبعا، يعني تتعطل العين ببساطة. أما بالنسبة لل يعني كوجود للإبر بديل للليزر لعلاج مركز الإبصار ورشح مركز الإبصار، خلانا نحافظ على أولا يعني الشكل التشريحي لمركز الإبصار، وخلانا نحافظ بشكل أكبر على الوظيفة اللي موجودة حاليا، ونسترد جزء من اللي خسرناه طبعا. نعم دكتور، أنتم الآن تلجؤون بشكل أساسي للحقن في حالة الارتشاح. نعم. أم مثلا ممكن تستخدموا الليزر في البداية، إذا لم تحصلوا على نتيجة تستعيضونها بالحقن؟ هسه بالدرجة الأساس طبعا هسه صار عندنا الحقن هو رقم واحد. عظيم. ويعني دائما نذكر هاي الملاحظة أنه إحنا بالنسبة للحقن من يوم اللي نوجد للآن أحدث لنا ثورة صراحة بعلاجات الشبكية. نعم. يعني مثل ما تفضلتي بالبداية مثلا، يعني الأخصائي الشبكية يحتار بموضوع أنه رشح على مركز البصر. نعم. يعني يضرب المريض ليزر وإيش ما طلعت النتيجة مثلا، شلون ما تصفي الأمور وتصفي، يعني ما كان قدامنا غير أنه حتى لو كان ليزر البارد دكتور. هسه الليزر البارد، بالنسبة لليزر البارد هو عبارة عن يعني إجراء جديد تم اكتشافه، عبارة عن ليزر مخفف. عظيم. بالإمكان أنه نطبقه على مركز البصر، هذا يستخدم بالحالات اللي ما تستجيب مثلا للإبر. نعم. لكن بالدرجة الأساس الرشح على مركز البصر لا، نبلش بالإبر طبعا، وعندنا بروتوكولات يعني عالمية تمت لدراسة هذه الإبر، أثارها الجانبية
الموضوع قاعد يتطور من نوع لنوع ثاني لنوع ثالث. هسه بالنسبة لمستشفى العيون التخصصي يعني عندنا احنا أربع أنواع نستخدمها كحقن للرشح. عندما تقول أربع أنواع، هل هذا يعني أربع مركبات مختلفة؟ أم أربع مثلا المنشأ، أربع دول مختلفة المنشأ؟ هسه بغض النظر عن المنشأ، بس كمادة فعالة طبعا هي أربعة، أربع مواد مختلفة طبعا. الفكرة وين؟ أنه أول ما بلشنا نشوف استجابة على مواد معينة تقلل الرشح من الأوعية الدموية، يعني صاروا الناس اللي تنتج الأدوية والمختصين بالموضوع أنه يخلوها أولا مثلا تطول أكثر شغل داخل العين، تنطيني فترة أطول، نستخدمها بنسبة أمان أعلى مثلا. وشغلة ثالثة مسألة التكلفة، يعني علاجات شبكية من ناحية الحقن يعني نسبيا مكلفة خصوصا في بداياتها دكتور. طبعا فدكتور يعني دكتور الشبكية يعني واحدة من الأساسيات اللي تخليه يختار مثلا نوع الإبرة ببداية العلاج إنه الحالة المادية للمريض. كما ذكر الدكتور هنالك بروتوكولات علاجية وخطة علاجية يقوم بتصميمها طبيب العيون أمام الحالة اللي بين إيديه. فيقول مثلا بأنه هذه الحالة قد نلجأ إلى حقن عدد معين من الإبر، أو يقول مثلا دعنا نجرب في البداية إبرة إبرتين كل مثلا كل فترة زمنية معينة بناء على النتيجة نصل إلى أنه هل استجاب المريض أم لم يستجب. بالتأكيد أنتم كأطباء عيون يأتيكم المريض أو المريضة تقول لكم مثلا جارتي الفلانية حقنت من النوع الفلاني، فأنا بالتالي واستجاب له ومثلا تحسن بصرها، فأنا بدي هذا النوع. كيف يكون ردك انت؟ الاخبار اللي تجي عاده العكس، انه جارتي اخذت الحقنه بعينها سيء بالضبط وابعدوني عنه تشوف، فخلص ما راح اخذ حقن. هسه هذا يقودنا السؤال انه انا مثلا شلون اعرف المريض اللي قدامي قاعد راح يستفيد من الابره مثلا سين او الابره صاد؟ عظيم. جواب هذا السؤال من الصراحه لحد الان لا يوجد فحوصات معينه تدليني انه مثلا المريض الفلاني راح يستجيب من الابره الفلانيه وما راح يستجيب من الابره الثانيه. الطريقه للاستكشاف الموضوع هو انه اللي هي الحقن، انه نستخدم الحقن على المريض ضمن البروتوكولات اللي متعارف عليها. طبعا هي مدارس بصوره عامه، يعني كشخصيا انه متبني مدرسه انه نبلش بحقنه نسميها اساسيه اللي هي عباره عن ثلاث حقنات فاصل شهر، وبعدين تتقيم الحاله من اول وجديد، يعني من ناحيه نظر، من ناحيه منظر الشبكيه، كميه رشح السوائل، وعلى اساس اقرر انه راح اكمل مثلا بعد فاصل شهر اخر ولا امدها فتره اطول مثلا وهكذا. يصفي المريض يعني عاده بالسنه ياخذ عدد معين من الحقن. علاجي اني وحقني اني طبعا يمشي بالتزامن ويا تعليمات معينه بالدرجه الاساس تنعطى للمريض انه يدير باله على صحته العامه. شغله ثانيه تابع ويا الدكتور المختص اللي ضبط له الامور الصحيه اللي هي ضغط الدم والسكري والدهنيات. طيب بنهايه دكتور، ارتشاح شبكيه او يرتبط بمرض السكري، مرض السكري هو مرض مزمن. فاذا حاله المريض مزمنه لا يعني انه اذا تلقى هذه الابره او هذا العدد من الابر انتهت مشكلته. هسه هذه رساله مهمه طبعا. انه اني اخذت ابره بعيني وما استفدت، فمعناها اني ما راح استفاد. فاترك العلاج وخلص وانتهينا. هذا كلام غير صحيح طبعا، وللسبب اللي قلناه انه احنا نستخدم بروتوكول معين بالعلاج، نعطي عدد حقن معينه وبعدين نقيم وضع المريض. في نوعيه مرضى يسموهم غير مستجيبين، نون ريسبوندر، ما يستجيب للابره الفلانيه، وهذا طبيعه الجسم طبعا وطبيعه العين نفسها. فبالامكان تحويله على نوع ثاني من الابر. قلت لك حاليا احنا اللي نستخدمه يعني اربع انواع تحت اليد موجوده، من ناحيه ارتشاحات السكري نضاف لها مثلا الكورتيزون اللي موجود كنوع خامس، نضاف لها نوع سادس حاليا يتم تسجيله ب مؤسسة الغذاء والدواء اللي موجودة بالمملكة. فالخيارات عديدة، لكن المريض اللي لازم يعرفه اللي تفضلتي به انه الموضوع مزمن، نعم وارد تكرار الابرة مرة ثانية. مو سحر طبعا. يعني بعض المرضى يتوقع انه اخذ الابرة، احنا عادة نغطي على العين ساعة زمن بعدين نقول له من توصل للبيت المريض شيل الغطاء اللي على العين، يتوقع انه خلص راح اشوف، وهذا الحكي طبعا مو صحيح. تمام، يعني بتاتا مو صحيح. النتيجة متى تظهر دكتور؟ خلال ايام، اسبوع 10 ايام زمن، وتاثير الابرة يعني اغلب الابر يكون شغال لغاية شهر. من تاريخ الحقن. بس ارجع ارجع على نقطة أساسية اللي تفضلتي بها، انه هو الرشح مربوط بمرض السكري هو السبب الأشيع للموضوع. لكن في أسباب ثانية موجودة يعني وبكثرة. اللي هي عبارة عن جلطات الشبكية، والشغلة الثالثة اللي هي يسموه تنكس البقعي اللي هو اعتلال اللقطة الصفراء الشيخوخي. اللي يصير عند الناس كبار السن. هسه بالدرجة الأساس يعني الحقن والإبر تشتغل بطريقتين. انه الرشح اللي موجود عندي على مركز البصر واللي هو مسبب لي تراجع بالنظر يخف مع استخدام الابر. والشغله الثانيه بعض الحالات هذه اللي ذكرناها احنا
انه يصير فيها تكوين شرايين غير طبيعيه، واللي صح. هي اللي تصير ام المشاكل، صح. يعني تسوي لي نزيف وتسوي لي رشح وغيره. فدور هذه الابر انه تخلي هذه الشرايين تنشف وتموت، توقف، يعني تنسد او تسكر. تنشف وتموت او تنسد وتسكر. بعض المدارس الطبية لها رأي آخر في هذا الموضوع، تقول بأنه إذا تجاوزنا عدد معين من حقن العين يمكن أن نتسبب بتصلب هذه الشرايين وبالتالي جفاف وبالتالي انعدام الرؤية مع مرور الوقت. هسه هذه الحقيقة واحدة من المضاعفات علاج تنكس البقع مثلا، أما يعني بالسكري هذا الكلام غير وارد طبعا. تنكس البقع واحدة من مشاكله المتقدمة، أنه يصير عبارة عن ندبة في مركز البصر، نعم، اللي هو مكان الغشاء الدموي. هسه هذا يعني الموضوع راح يجي مع الوقت، يعني سواء اخذنا ابر او ما اخذنا ابر، في بعض الحالات القليله طبعا ممكن انه الابر يعني شلون اقول لك تسرع بتكوين هذا اللي هو الغشاء الناشف اللي هو عباره عن ندبه بمركز البصر. نعم. لكن الدكتور يعني بالوضع هذا طبعا يقدر انه الفائده مقابل المخاطره، خلينا نقول، او الضرر اللي راح يصير، وعلى اساس يتصرف طبعا. نعم دكتور، إذا هل من شروط معينة يجب توافرها في المريض المتلقي لحقن العين، خاصة إذا كان مريض سكري مثلا، إذا كان السكري لديه غير منتظم، إذا كان لديه مثلا ارتفاع في مستوى الدهون بالدم وغيرها من هذه المشاكل، أو ارتفاع في ضغط العين، هل يمكن دكتور لهذه الأسباب الموجودة لدى المريض أن تعطل فاعلية الحقن، أو أنكم مثلا ما تلجأوا لها من الأساس؟ لا، يعني هذا الكلام المبدأ كذلك أنه مو صحيح طبعا. كثير من المرضى لأن بعض الأطباء يقول لك روح ضبط السكر عندك، أو خلي مثلا ينتظم بعدين. صراحة يعني ماكو شيء يتعارض بيني وبين طبيب السكري نهائي. يعني دكتور العيون يؤدي واجبه وشغله، واللي يشوفه مناسب طبعا لحالة المريض تحديدا. كثير حالات مثلا من الناس اللي عندهم رشح سكري، علاجه ببساطة يكون انه يضبط سكرية، يراجعنا بعد فترة، نعطي موعد للمراجعة بعد فترة، وإذا بالرشوحات هذه خفت. لكن الناس هذول طبعا اللي لهم قابليه انه يضبطوا سكريهم، ويعني ضبط مستويات السكر التراكمي، يضبط مستوى الدهنيات بالدم والضغط والمتابعه الحثيثه. لكن اللي تفضلت به، نعم، بعض الناس يقول لك انا بالنسبه لي يقول لك انا ما اقدر ادير بالي على السكري، فاعذرني. صحيح. زين، اعذرني انه يعني ما تعالج هناك راح تخسر اللي موجود، هذه رقم صحيح. واحد. ورقم اثنين، ندخل المضاعفات بعدين. يعني بالنسبه لاعتلالات الشبكيه السكري جزء منها الرشح، لكن بالنسبه اللي يكمل اخر الطريق لا، يعني ارتفاع ضغط عين، يعني الم بالعين، فقدان الرؤيه تماما، طبعا ندخل مشاكل كبيره لا قدر الله وصارت مع الاهمال يعني وعدم استشاره الطبيب. يعني كثير مر علينا الصراحه. نعم دكتور. الان دكتور اكيد في سؤال يخطر على بال كثير من المشاهدين، يقول لك انتم قاعدين تتحدثوا عن حقن العين، حقن العين، هل هذا يعني انا اذا بدي الجا لحقن العين راح ابقى طول عمري اخذها، ولا مثلا عند حد معين خلص اوصل للنتيجه اللي مرجوه ومن بعدها اتوقف في اخذ حقن؟ يعني سؤال مهم الصراحه. هسه قلت لك يعني احنا ماشيين ببروتوكول معين، وخلينا نسميها مدارس، ماشي. بدايه يعني اول شغله مثل ما اتفقنا انه المريض يدير باله على صحته العامه، فهذا يعني شرط الاساسي بالنسبه لي. فيما يخص يعني العين ومتابعه العين والرشوحات اللي موجوده على العين، طبعا تبعا لكميه السوائل، تبعا لنقص الترويه، هذا بناء على الفحوصات اللي نسويها طبعا. جواب سؤالك لا، مو شرط يظل المريض طول حياته ياخذ. هسه اكو اختلاف بين التنكس البقعي اللي حكينا به، اللي هو عباره عن شغله تصير بكبار السن، نعم، وغشاء دموي يؤدي الى رشح، وفرق يعني بينه وبين رشح السكري. نعم. هسه رشح السكري مربوط بدرجه اساس طبعا بالمتابعه مع الدكتور العيون اولا، وبضبط مستويات السكري بالدم. فهذا ممكن نوصل الى حد خلص يعني ما نحتاج نتابع المريض شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، أموره تمام، تصير زيارات متباعدة جدا، وارد إنه ما ياخذ حقن مرة ثانية. عظيم. إذا كانت أموره منتظمة. هسه خلال رحلة العلاج بالنسبة للمريض السكري يمكن يتخللها جلسة ليزر، بالنسبة إن احنا الليزر يعطينا شلون أقول لك يعني فد أمان على مدى الحياة، طبعا إذا انعمل بطريقة صحيحة طبعا. هل يمكن الليزر أن يناسب الحالات اللي مثلا عانت من جلطات في الشرايين؟ أنا بعرف أن الجلطات الوريدية سهل التعامل معها، لكن إذا كانت في الشرايين أمر نوعا ما معقد. صعب طبعا. فممكن يتناسب مع يتناسب الليزر، ويتناسب الليزر مع حدوث تليفات أيضا؟ ممكن مثلا يعيد تأهيل العين من أول وجديد، أم حدوث التليفات هذا أمر معقد ويحتاج إلى علاج من نوع آخر؟ هسه بالنسبة للليزر هو أنواع ليزر، بالنسبة للانسداد الشرياني أو حتى في الحقن دكتور ممكن نجريها في حال حدوث تليفات؟
حسب بالنسبة للتليفات حسب مكانها وين على شبكية العين، قريبة من مركز البصر أو لا. نعم. وحجمها إيش قد حجمها يعني؟ طبعاً هاي تحدث مع الإهمال بالتأكيد. أي طبعاً التليفات تعتبر بالنسبة لنا إحنا يعني مرحلة أخيرة تقريباً. نعم. بالسكري إنه العين مثلاً نسفت أكثر من نسفة والمريض ما متابع، لا يروح ولا يجي ولا يسوي فحوصات ولا غيرها. هذا يؤدي إلى تكوين تليفات. هسه الليزر مثل ما قلت لك يعتمد على وضع تليفات، تليفات يعني كثيفة نسميها إحنا قريباً من مركز البصر، وين شادة على الشبكية ماشي؟ بناء على فحوصات معينة إحنا نسويها نقدر نقدر هل بالإمكان إنه نعمل جلسة ليزر أو لا. فهو الموضوع يعني يحتمل إنه نعمل ليزر ويحتمل إنه لا. والحقن دكتور؟ بالنسبة للحقن مع وجود تليفات بحالة واحدة ننطيها إنه نحضر المريض حتى ندخل عملية قص الزجاجي إنه ندخل نشيل التليفات. إذن حيلجأ للجراحة المريض في هذه الحالة؟ يعني إذا كنا واصلين مرحلة متأخرة وسكري صار ل 25 سنة عندي. حقن غاز والسيليكون دكتور ممكن. هذا يتبع طبعاً عمليات الشبكية، عمليات قص الزجاجي. نعم، لكن أنتم في الآونة الأخيرة لم تعودوا تلجؤون إليها كما كان في السابق، لأنه أصبح في هنالك بدائل تقنية أخرى وفرت لكم حلول أكثر أماناً على صحة المريض، خصوصاً إذا كان من كبار السن واللي يتعذر دخوله لغرفة العمليات تحت البنج العام. من المتوقع بعد إجراء حقن العين عند المريض، هل يتوقع مثلاً عند وصوله للبيت أن يرى أجسام غريبة مثل ذبابة الطائرة، أم مثلاً يعاني من آلام معينة، أم يرى بوضوح تام؟ ما هو المتوقع دكتور؟ المريض اللي خلص الحقنة يكون مغطى على العين، التعليمات تكون إنه هاي الغطاية تشيلها بعد ساعة وتبلش تقطر قطرة مضاد حيوي لمدة 5 أيام. نعم. والشغلات اللي نحذر منها إنه ممكن تشوفها إنه بقعة دم أو بقعة حمراء آسف يعني على بياض العين. نعم. واللي هو مكان الحقن هذا طبعاً. بقع هذا ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون يعني تفرد على مساحة أكبر وتفرش على مساحة أكبر، يعني إنه لا تخاف بس منها. مو مدعى للخطر. لا مو مدعى للخطر. هاي شغلة. اثنين، قصة إنه يشوف مثلاً نقاط تسبح قدام العين، خيوط ذبانة تمشي قدام عيني وهكذا. لمدة كم دكتور؟ سعادة أيام، أغلب المرضى أيام وتختفي. هذا عبارة عن إنه هي المادة اللي حقنها داخل العين طبعاً تترك خلينا نقول ظل على الشبكية فتبين بالشكل هذا. ممكن يشعر بوجود جسم غريب دكتور؟ يشعر بوجود جسم غريب في العين؟ هسه بالنسبه للتعليمات اللي ننطيها للمريض اللي خلص حقن عندنا، طبعا يطلع من صاله العمليات الصغرى العين عليها ضماده. الضماده هذه المريض المفروض يبقيها على عينه ساعه، يعني من يوصل للبيت يشيلها ويبلش يقطر قطره مضاد حيوي لمده 5 أيام. هسه الشغلات اللي ننبه المريض انه ممكن تلاحظ كذا كذا كذا، واحده منها انه بقعه حمراء راح تلاقيها على بياض العين، هذا مكان الحقن طبعا. شغله ثانيه ممكن تلاحظ انه شعور مثلا جسم غريب، هذا مرات يصير من التعقيم اللي نستخدمه قبل الحقن، او انه هي بقعة الدم مثلا انه زاد حجمها شوي فممكن يحس انه اكو شيء بعينه. الشغله الثالثه انه المريض ممكن يلاحظ شغلات تسبح قدام العين، يعني شغلات مثل خيوط ذبانة تسبح قدام عيني او نقاط. لمدة كم دكتور؟ عادة لمدة ايام، يعني اغلب المرضى خلال ايام. هذا لا يكون مدعاة للخطر او الخوف من قبل المريض. لا، هذول يعني بنسبة كبيرة من المرضى هذه تصير، بس الشغلات اللي هي مدعاة للخطر مثل ما تفضلتي اللي ننبه المريض لها هم تقريبا 3 أمور أساسية. إنه إذا حس المريض بوجود ألم شديد جدا طبعا بالعين، هبوط شديد بالنظر. نعم. إنه كنت أشوف بطلت أشوف. الشغلة الثالثة اللي ممكن يلاحظها المريض اللي هي عبارة عن إنه احمرار شديد بالعين. فهذني الثلاث أمور إذا لاحظها المريض بشكل خلينا نقول كبير يراجع الدكتور اللي أعطاه الحقنة على طول طبعاً. نعم دكتور. هذا قد يكون مؤشر إنه وجود التهاب. إذن ممكن يحدث التهاب لكن يكون مرتبط بسوء ظروف التعقيم أثناء إجراء الحقن. جزء من الموضوع نعم، سوء تعقيم هذه واحد، أو سوء تحضير للإبرة. الشغلة الثانية إنه يعني هو يعني وارد حدوثها بنسبة بسيطة عند الناس طبعاً. نعم. ماشي. فهو واحدة من مضاعفات الحقن لكن يحدث بنسبة بسيطة جدا طبعا. نعم دكتور، أنا شاكرة لك على هذا الحديث. نعم. وعارفة أنه في مريض وحالة تنتظرك في غرفة العمليات، لكن نصيحة أخيرة توجهها للمشاهدين للمحافظة على بصر سليم خصوصا مع الإصابة بمرض السكري. يعني النصيحة الأساسية أنه يعني لا تترك حالك، يعني سواء عند دكتور العيون بالمتابعة بالمواعيد، هذه شغلة. والشغلة الثانية أنه دكتورك الباطني اللي يتابع لك مستويات السكري والمتغيرات الثانية اللي بالجسم. كل الشكر لك دكتور محمد الجنابي، اختصاصي طب وجراحة العيون والشبكية وسائل الزجاجي، على ما قدمت لنا اليوم في عوافي في الاستشارة الطبية. شكرا دكتور. تشرفتوا من أهلا وسهلا.